السلام عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري، كنتمنى تكونوا بأحوال طيبة. اليوم بإذن الله غادي نديرو كاشير مرافق الرفيسة. عندي هنايا الكبدة، خديت ديال لادند وخديت ديال الدجاج. عندي هنايا راس الحانوت، عندي القزبر والمعدنوس، الخرقوم وسكينجبير، وعندي هنايا جوج معالق كبار ديال السميدة، وعندنا جوج ديال البيضات، وعندنا الدروس ديال الثومه. انا استعملت 4 ديال الدروس. غادي نديرو كما كتعرفوا، غنديرو كل شيء في الهاشوار. الهاشوار بصراحه كيسهل علينا الماموريه. اللي ما عندهاش الهاشوار غير تقطع الكبده مزيان، تسلقها وتقطعها مزيان صافي، وتخلط معها البيض والعناصر كلها. استعملت كما شفتوا هنايا، درنا الثومه، سكينجبير، راس الحانوت، الخرقوم والقزبر والمعدنوس. غادي نطحنوا الكبيده مزيان، هانتوما كيما شفتوا، مع البيض مع كل شيء. الزيت حتى هو درت شويه الزيت البلديه والزيت الروميه، غير القليل ماشي بزاف. وغادي نضيف دابا السميده الرقيقه، نتوما شفتوا. من بعد ما ضفتها حتى هي وطحنت، كيما قلت لكم جوج المعالق كبار، القوام ديالها كيجي بحال هكا. غادي نديروهم في هاد المول ديال السيليكون، بصراحه كتعطي واحد المنظر يا سلام هاد المول هذا. صافي غادي نبقى نديرهم في المول، ما كيتعطلوش بزاف في الطياب. بصراحه انا كنحضرهم هما الاولين، عاده كنبدا في التحضيرات ديال الرفيسه. صافي غادي نعمر المول ديالنا، وغادي نديرو، ما غاديش نحطوه مباشره فوق النار، حيت كيما كتعرفوا هادو ديال السيليكون راهم كيتحرقوا، خاص ضروري يكون تحت البخار. غادي نديرو كاس ديال الماء، يعني كل حفيره كندير فيها عشق. راكم شفتوا المغرف صغير، بصراحه كيجيو لذيذ، وريحه المساخن طالعه يا سلام. هاد الليمون كيما كتعرفوا كنزوقو بهم حتى البسطيله، كنديرو فيه ديك النوكه وداك الشيء، صراحه عمليين وزوينين. واللي ما عندهاش هاد الليمون ديرها عاديه، ديرها على شكل كاشير في السيليكون، تلويها مزيان وتحطها، يا اما طيب مع البلول ديال هذيك. هي الطريقه بصراحه اللي كنا كنديرو قبل ما يخرجوا هاد الليمون، كنلويهم على شكل كاشير في المول ديال السيليكون، فعفوا في البابي هذاك الفيلم اليمونتير، كنلويوها مزيان، كنعقدوها من الجناب بحال على شكل بونبون، وكنعاودوا ليها فيلم اليمونتير اخر. صافي وكنوضعها، انا كنت كنديرها مع البلول، كاين اللي كيبخرها، المهم كل واحد واش كيدير. الصراحه ملي خرجوا هاد الليمون هادو سهلوا علينا الماموريه، ما كياخذوش بزاف الطياب في الفران، كياخذوش غير كتشوفي الكبيده ديالك تجمعات مع فيها البيض. صافي كنزولوهم، وهاد الليمون ديال السيليكون عمليين وبالزربه كيدي مونطا، وما كي زعما ما يلصقوا ما حتى شي حاجه. نتوما كتشوفوا كنقيو الجوانب باش ما يتحرقش لينا. صافي نتوما شفتوا، صافي كما قلت لكم غادي نديرهم في الطاوه ديالنا، وغادي نضيف عليها الماء، نضيف عليها الماء باش ما تحرقش. كما كتعرفوا هاد الليمون ديال السيليكون، هما البنات من بعد ما طابوا راهم باقي سخون، الماء ردو معايا البال. صافي كنزولها، وساهلين في التحياد، ساهلين زربن خفن زربن، وكيعطيو واحد المنيظر، حتى المنيظر كيعطيوه رائع. هانتوما كتشوفوا شكي تيجي. غادي نزوقوهم من الفوق بالكريكيعات، ونزوقو بهم الرفيسه ديالنا، كيجيو رائعين وسهلين ومن اطيب ما يكون. الى هنا كنقول لكم مع السلامه، وكنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم.